هنا تبدو المدينة مقفرة وخالية من أي حراك بعد أن حولت الميليشيا المنازل إلى أطلال، وزحمة الحياة التي كانت تضيق بها الشوارع إلى خلاء ووحشة يتوزعه الركام والدمار. ولكن على الناحية الأخرى وتحديدا في الجبهة الغربية تبدو الأمور مختلفة تماما، فالجبهة هنا لا تهدأ والقتال سجال، وإن كانت قوات الجيش قد أخذت المبادرة وآمنت بحتمية الانتصار، فكان لها بعض مما أرادت من خلال ما أحرزته من تقدم في العمليات الأخيرة، حيث تمكنت قوات الجيش مؤخرا من كسر الهجوم الذي شنته الميليشيا واستعادة السيطرة على مواقع التبة السوداء والخلوة في مواجهات وصفت بالأعناف سقط خلالها 20 قتيلا من الميليشيا بالإضافة إلى أسر 3 آخرين، وذلك بحسب تصريحات الجيش الوطني. هجوم الميليشيا جاء بعد استقدامها لتعزيزات جديدة في حملة حملت شعار نكون أو لا نكون، ويبدو أن كناية الموت في الشعار كان لها الحظ الأوفر بالنظر إلى نتيجة المواجهة الأخيرة، فالمدينة التي طالما صبرت على الجراح وتغنت بالسلام أخرجت ماردها مرغمة.